مع بزوغ الفجر وشروق الشمس يذهب جمال رجب يوميا لعمله بواسطة دراجته الهوائية في المزرعة التي يعمل بها قاطعا مسافة تقدر ب6 كيلومترات، فهو يتميز بتواضعه وبساطته وتعامله مع الآخرين، حيث ينحدر من قرية مسيلة آل شيخ الواقعة بمديرية تريم. يقطع جمال كل هذه المسافة حتى يصل إلى عمله حاملا معه آماله التي يسعى لتحقيقها في الحياة. فهو الشاب الذي يعيل أسرته بعد وفاة والده مؤخرا قبل سنوات، يكد ويجتهد ويكافح من أجل توفير لقمة العيش التي أصبحت من الصعب توفيرها في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها كثير من الأسر في البلاد. أنا انسقي عند عادل عنبول لفترة طويلة، ونسح على الدراجة الهوائية كل صباح، ونطلب رزق رقمة العيش لأهلي، ونقطع المسافة قياسها 6 كيلو. بالنسبة للأخ جمال فهو ما شاء الله تبارك الله أحد الشباب النادرين في هذه القرية، ولم يعتاد مثله في هذه القرية، حيث أنه مجتهد في عمله، يكافح من أجل لقمة العيش، فهو إنسان بسيط. ونطالب من المجتمع أن يلتفون حول مثل هذا الشباب النادر ويقومون بدعمه. ظل جمال يمتطي دراجته الهوائية كوسيلة نقل للعمل بدلا من الوسائل الحديثة، بهدف مزاولة الرياضة ولضعف قدرته وامتلاكه لوسائل أخرى. فهو يذهب منذ الصباح الباكر ليعود مع غروبها يوميا، رغم قساوة الحياة والجهد الذي يبذله داخل المزرعة. جمال عندي مسقي له فترة طويلة، ومسقين جيدين، يقطع مسافة طويلة يعني من حوالي 6 كيلو بالدراية الهوائية يوميا بعد صلاة الفجر يكون حاضر على العمل، وأي شغل طلبت منه أي شغل يكون حاضر في أي وقت. في نفس الوقت كادح يشتغل على عياله ويشتغل على أسرته ويشتغل على وهو من أبوه قبل فترة ومتوفي، وعن يرد على عياله تقريبا هو أبو الأسرة. جمال قصة نجاح في ظل تكاسل الكثير من الشباب المعتمد على الغير في طلب الرزق.